فاروق هي تبعد منا. انا جاي باش نقول لها بلي كنبغيها وباغي نتزوج بها. وقول لها ملي كنتي معاها تلاقيتي بحبك القديم. غادي نقولها لها عندي ما نخبي. ليلى وانا معاك تلاقيت بواحد خيتي كنت كنعرفها هادي 20 عام ما رجعتش انا وياها. هي بسطات لي حياتي على والو. فاروق البنت ما تقدرش تسمع هادشي. سير فحالك وخليها عافاك. قلت لك غادي نقول لها كلشي حيت ما عندي ما نخبي. ليلى ما تسمعيش هضرتو. هضرتو كلها كذوب. ليلى حسن تعرفي مني داكشي اللي وقع. هاد المرأة هادي اللي كانت معاها هادي 20 عام هي ماما فاروق. بنتي عمري ما بغيت نعاديك. حرام عليك. كون كنت كنعرفك هاد الراجل حتى هاد البلاد ما كنتش غنجي لها. ليلى انا راه ما عنديش مشكل مع هادشي اللي طرا كامل حيت انا كنبغيك انتي. فاروق خرج بحالك. فاروق مشي بحالك خلينا عليك. علاش؟ حيت ما يمكن لكش. علاش ما يمكن ليش؟ ماشي من حقك تورينا شنو غادي نديرو في حياتنا. ما يمكن لك تتزوج بها. علاش ما يمكنش نتزوج بها؟ ما يمكنش. علاش؟ ما يمكنش. ليلى بنتك